لماذا يعتبر ملف المغيبين الأكثر تعقيدا؟ يعني ملف منسي يقول البعض، ومصير مجهول حتى اللحظة. هل هناك بوادر للكشف عن مصير المغيبين برأيك؟ احنا نأمل بهذا الشيء وهذا الموضوع. احنا كناشطين مدنيين في حقوق الإنسان نسعى لهذا، لكشف ملفات وكشف أساليب وكشف وثائق موجودة وكشف المغيبين الذين منذ سنين لا يعرف مصيرهم ولا يعرف إلى أين يصل بهم المطاف في الحكم أو في المنفى أو في الوفاة. وهناك الكثير من المناشدات لهذه العوائل التي سنين تقدم الملفات، تقدم لأن ترى أين أولادهم. نعم. بالمقابل هناك صمت حكومي، صمت حكومي في هذا الملف. لا جدوى. يعني كناشطين داعينا وطلعنا وطالبنا وأبلغنا واضح من السلطات أن يكون حل لهذه القضية وأن هذا الملف